عم شوقي. هلا رح تشوف صورة لخمس رجال، مفروض واحد منهم يكون بي. هيك لشوف. شو بك؟ ما بدي حدا يشوف شيء، ما بدي حدا يعرف اني عندك. ما بفتح الباب؟ لا افتح الباب عم شوقي، اكيد بيعرفوا انك بالبيت، معودين عليك ما بتظهر، قصدي اللي بيقصدك بيعرف انك بالبيت. الا اذا حدا ضربني بسيارة، ساعتها مين ما يدق ما بيلاقيني، ما هيك؟ عمي صاحبتك بدي اياها تشوفني اني عندك. بتخاف منها؟ لا بس ما بدي تعرف اني عندك. بتصور صار لازم تفتح. طيب ليك قوم فوت على اوضتي. بلكي طولت يا خيي، فوت على اوضتي انا بحكي معها. فوت. يلا يلا يا نسيبي يلا. وينك مختفي؟ شو بكي يا نسيبة؟ جرست الدنيا، الجيران كلهم سمعونا. مبين سادد علي الطريق. بدك شي؟ عايزة شي؟ ولو استاذ شوقي خليني فوت. نسيبة البيت نظيف مهفف، مش ناقصني شي. عندك حدا شوقي؟ معقول؟ شو ان شاء الله مفكرة يعني انه بدي كاني ادفن حالي حي؟ لا يعني بس انه بفل كلك نظر. طيب رح ابرم شوي ولا بقول لك رح فل؟ ما زالك مش عايز شي ولا ناقصك شي؟ ممنونك نسيبي، رجعي بكره ناطرك. حاضر يا شيخ. الله معك. كلير. شو قلت؟ أمان. والله بتعرف إنجليزي؟ يعني بلطش تلطيش، بس إن شاء الله ما تكون زعلت من اللي قلته لنسيبي. لا 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 كتر خيرك، طريقة عظيمة لتفللها. إيه وعن الباب بتعرف شغلي عم شوي؟ شغلي شو؟ ما كنت عارفك مهضوم ونكدجي. المشروب بيخلي الواحد يكون بدل ما يكون سائل يصير مهضوم. مش مزبوط، ما عاد انك مهضوم. بعدين قلت لي انك بتلطش تلطيش بالانجليزي، والحقيقه لا ما بلطش. طيب انا لانه استعمالك لكلمه كلير اجى بمحله. Well thanks a lot sir. May I see the picture please? شو مكتر الوراق؟ مكتبي جايبتي. انه هي جريده جريده؟ ايه هي شقفه من جريده مقصوصه. منا بهالجريده معقول تكون هون. مكتبك يعني؟ هيدا مكتبي. لحظه. لك اذا مش بالجيب الشمال بدها تكون باليمين. هلا بتبين وين بدها تروح. زلمه روق فتش على مهلك، حجي بمستعجل هيك من غير شر من دحوش الاوراق الدحوش. فتش على رواق، انا رايح لجوا شوي. غريب يا عمي ويني؟ الله وين راح؟ راح الورقه. يا ربي دخلك مش هيدي اللي لازم تضيع. يا الله معقول ما اكون جايبها معي؟ لا كيف هالحكي؟ حسب ما بتذكر كنت لك. حدا رح يعرفك؟ بتعرفوا حدا من هالاشخاص الموجودين بالصوره؟
والله يا خيي مانيش مش شايفهم انا. عم الله يخليك، شوف معقول تكون تعرف حدا منهم؟ لا بدي اسالك شيء عن لانه الصوره مش واضحه. لزبالة وما بعرف، ما بعرفش حدا يعني، مش عرفني. ما بعرف انت. عوافي اهلا، يعطيكم العافيه. خي شو هالقعده الحلوه بهالبرودات؟ اهلا حلوه. اهلا زهره فيك، اقعد معنا، تكون قاعد معنا. والله بتمنى، بس بدي ازعجكم لو تقلت عليكم بشغله. في معي هالصوره عم، بتعرفوا حدا منا؟ شايفين حدا منا؟ والله يا عمي انا صحيح، بس قرب قرب، جرب انك تركز شوي. الله يرضى عليك. لا والله ما بعرف حدا منه. وحضرتك عم اول مره بتشوفه؟ منك شايف حدا منه؟ طب شايف حدا ممكن بيشبههم؟ اول مره بشوفه. ما بقى فيه الا العم شوي. طمني، لقيتها؟ لا ما لقيتها. وك يا سامي، شاغل مهمة هالقد بتضيعها؟ مش بس مهمة يا عم شوقي، فيها حياتي كلها. ما سألتك تشرب قهوة؟ لا ما بشرب قهوة. ربي وين ضيعتها؟ وين ضيعتها؟ لازم لاقيها. كانت بجيبتي أنا ونازل من فوق. من وين من فوق؟ مشوار البلان. كنت فوق؟ طلعت على جوار البلين؟ دورت السيارة وسقت. العم شوقي أبو شهال، شو قليلة هالعيلة، بس مش لازم يروح لعنده إيدي فاضية. شو بدي أخذ له معي؟ والله لفيتوها بسرعة، مش معقول. شو سريعين يعني. قد ايه بتريدي حقها؟ 20 دولار. 20 دولار؟ اوف شو صايرة غالية، غالية الشوكولا هالفرشة. شي صاير غالي مسيو، بس عندنا بضاعة اكسترا. عندكم البضاعة اكسترا قلتي لي؟ سوبر ماركت فواز عنده أفضل بضاعة وأغلى بضاعة. اوكي. ميرسي كثير، وأكيد رح أرجع أطلع. بتشرف. باي. باي. سوبر ماركت. أي سوبر ماركت؟ صار خطيبك يا شادي. كنتي بحبها مطيعة بنتك يا شيخ، الغلطة بعصا. قرب يا شاب لشوف. مبروك. بالي مطمن يا ابني انه بنتي رح تكون معك. هيك لجنى ما كنت تصدقني. هيك قلتي لجنى؟ بكير على قلبك ليتعب؟ لا قلت لها ما بني شي. انا ما قلت ما بكي شي، انا قلت بكير على قلبك ليتعب. يعني بني شي؟ عادي. نقصني حكيم، بدي شيء؟ ارهاق، اجهاد، مخ عم بيغلي ليل نهار، اعصاب متوتره ومشدوده. بس انا انت لو بتسمعي لي شو بيكون احسن لي والك؟ انت بدوامه نهلا، الافكار اللي ساكنه براسك ما تستهونيها، عم تخلق لك ضغط نفسي قوي واجهاد فكري عم يوصل لاعصابك الجوانيه، وهيدا اللي عم بيعمل لك كرايز وعوارض شبيهة كتير بكرايز وعوارض القلب. مهم القلب منيح. ومستعد يبطل إذا صاحبته بقيت على نمط تفكيرها وحياتها. بس أنا ما عم بعمل شي زيادة عن يلي كنت عامله من قبل. عم تنسي إنه قبل بالعمر هلأ صار أكبر، يعني المكنة عم تتعب ولو كان البنزين نظيف. بعدين اللي كنتي عم تعمليه
وبعدك عم تعملي هو تقيل وصعب، وانت عم بتكبري على حالك. حتى شعرك الاصطناعي، شعرك اللي بتطلي فيه على الناس وبتقابلي فيه الناس، اصطناعي، بيروك نهلة، هروب نهلة، غش نهلة. بدي انسى الماضي. حتى صوتك مغيرتيه. نهلة اللي عرفتها واجت لعندي على نفس العيادة من 23 سنة أو أكثر، صوتها كان غير صوت، خدودها كانوا غير خدود، كان فيهم الورد والبراءة، العيون كانوا يتأملوا، حزنانين صحيح، بس ورا الحزن كان في إمكانية الفرح. بس اليوم يمكن الوجه أهدى، بس الفرح راح مفقود. قبل كان في إمكانية الفرح، يوم راح الحزن وراح الفرح. وصدقيني ما في أصعب من وجه خالي من الحزن أو الفرح، ما في أبشع من وجه ما فيك توصفين على خداعك لنفسك بتغييرها. قبل خداع غيرك هو اللي عم يعمل لك كرايز شبيهة بكرايز القلب، واللي إذا أهملناها بتصير مظبوط قلب. ممنونتك حكيم. تفعيلي. هيدي حق الكشفية، بس الدفع المزبوط برا عند هادي. شو بدي ادفع لهادي؟ ما تيسر من ألاف دولاراتك لبيت الراحة. ما معي دفتر شكلاتي، وعلى فكرة صار عندي موظف جديد بالعلاقات العامة، رح خليه يساعدك ويساعد الأستاذ هادي تلاقوا غيري من أصحاب ألاف الدولارات. مينو؟ سامي كرم. سامي كرم؟ بذاته تبع جوار البلين. وعرفتي طلع ابن مين بجوار البلين؟ قال لي كرم كرم. بتعرفيه؟ لا. على كل خليه يتمرن ببيت الراحة أحسن ما يتمرن برشد للتجارة. بخاطرك. وزينة تابت؟ شو بها؟ وظفتيها؟ لا، عم بدرس طولة بالا. رهيبة. صدقني مسيو فواز ما مرقت على المكتب بعد، من العدلية اللي عندك دغري. أنا قلت إنه القصة فيها غلط. للأسف ما في غلط أستاذي. يعني حضرتك عامل شيك بلا رصيد؟ مش أنا يا بنتي، أنا ما عدت أعمل شيء. ما بهم يلي ماضي عنك بالبروكوراسيون، معقول يعمل شيك بلا رصيد؟ أنا ما كنت أعرف، بس ما يغشك الشكل يا أستاذي، السوبر ماركت تبعنا مش مرتاح. بس تأكدي إني أنا رح سكر المبلغ. ما عندي شك مسيو فواز، وأنا كلني ثقة إنه كل هالقصة سوء تفاهم. بونجور دمازال مرة ثانية. أهلا مسيو. تذكرتيني أنا جيت من قبل واشتريت علبة شوكولا. تذكرتك علبة ثانية؟ لا بس الظاهر إني ضيعت شغلة لأني كنت عم بتحاسب معك عم بتفعلك. شغلة شو مسيو؟ المادة 666 من قانون العقوبات بتقول كل من أقدم على سحب شيك دون مؤونة. وحياتك يا أستاذي صرت حافظ هالمادة عن الغيب. خلينا نفوت بالتقسيط دغري. مدام راشد عندها كامل الاستعداد لتريحكم مسيو فواز. تعال ونحن ممنونين للمدى. هي الحقيقة ضاع؟
شرفنا مسيو فواز، والباقي علي. اشكري لي الست وانا مستعد روح لعندها، واللي بتأمره انا بخطر. وصل. رح رافقك لتحت. معلش ما تعذب حالك. هو لا يهمك ولا هوك، تفضلي. باي باي استاذ. مع السلامه استاذه. شو كان بده الشاب اللي فات؟ اي شاب مسيو حليم؟ هيدا اللي فات وما اشترى وصار يقشر ويفتش على الارض. مسكين عم بفتش على ورقه، بيقول مهم كثير. قال وقعت منه عنا. مهم كثير؟ جريده، ورقه جريده. جريدي؟ فتش فتش وما لقى شيء. وقال شو اسمه؟ لا ما قال. استاذ والله لا استاذ، بس مفروض بهاليومين. اوكي استاذ، ما تعطى الهم، الله معك. خير خير، نقصني على التليفون. شو في جمانة هون؟ لا ليش، هو ما حكاني. ما بده يحكيك جمانة هون، قصة خطرة مدام عايدة. كيف يعني خطرة؟ هالموضوع معقول يخربط كل مخططات الاستاذ. ما هو لو يقول لي شو مخططاته حتى اعرف انا اتصرف. بيبقى بيقول لك اياها بوقتها. المهم ما لازم حدا يعرف هالموضوع، ولا حتى لحالك لازم ينقال. هيدي تعليمات الاستاذ. ليش انا الي غير حالي حتى خبره شو صار؟ شادي إلها؟ وي مدموزيل جمانة. الورقة اللي طلبتها، قصدي اللي طلبها عمي، صارت معي. عظيم. هل قدم فرحتك هالورقة إلك؟ بالنهاية دمزاج جمانة أنا موظف، يعني نفذ تعليمات. وأنا فاتي أعمل القهوة. ما ضروري ماما، شادي مش مطول، بعطيه الورقة وبيمشي. ولو جمانة؟ مع حق دمزاج، أساساً أنا مشغول. دمزاج جمانة، لو سمحتي الورقتين، الوكالة والكفرنج لتر. المهم نخلص بقى. مثل الحديد. إنه ولا شي ولا شي؟ بقلك مثل الحديد تقليلي إنه ولا شي ولا شي؟ كتر خير الله. إنه خيك ما بيعرف يشرف على البيت إلا هو وضو النهار سوا. شاب شو بدك إياه يقعد بالبيت؟ يعني البيت للنسوان والاختيارية بس. بدي فرجيكي شغلي. شغلي شو؟ نجلة نجلة. نعم ست جانا. طلعي على أوضتي وجيبي لي جزداني. ولا أقول لك على الطاولة في مغلفات، جيبي لي مغلف واحد. حاضر. عارفة جانا إنه سعيد طلب إيد نجلة؟ والله؟ شوفي عم تجرب تلعب لعبة على خيك. ولا مش هو اللي عم بجرب يلعب عليها؟ ما تحكي هيك عن خيك. كنت مفتكرة انك بتعرف الناس أكتر من هيك، وخصوصي فؤاد. فؤاد ما برد بنت مهما كانت. جنى عيب. أنا عارفة على مين طالع؟ البابا كان هيك؟ أكيد لا. مخول فؤاد ماما؟ شو؟ ما أنا هيك قلت، ما عندنا خال، فمستحيل يطلع مخول. ما هيك؟ هيك. تفضلي. ميرسي.
ست نهلة؟ خير؟ مش المهم ستنا، سعيد أو غير سعيد يطلب إيدي من حضرتك، المهم إذا أنا بوافق ولا لا. عجبك؟ حقا، تفضلي. شو هيدا؟ عزيمة على مسرحيتي، الافتتاح. شو اسمها؟ واجتمعت العيلة. اسم حلو ما هيك؟ بلا. يشرفني حضورك سيدتي. أنا شبعت. بقدر أعرف شو اللي قلتي قبل شوي نجلة؟ عفوا ستنا، بس موضوع مثل هيدا أنا صاحبت الشأن. أنت بتعرفي كتير منيح نجلة إنه بوجودي أنا ما في حدا تاني صاحب شأن. أنا يلي عم ينحكى بجوازه ستنا. بلا وقحنة يا بنت، فوتي لجوا. مش قليلة بنت. مش هيك بقولوا ماما؟ ليش لشو هيدا المغلف؟ أنا ما بعرف على شو حاكين. ولو عيدا، مش البروجي مطبوخ سوا؟ عاصي بتواليه بنبيل ملكي؟ قد ما فيكن تأخروه إنه يستلم حقه بالدار قد ما بيكون أحسن. واللي بالمغلف هو العاصي. على كل حال أنا جدية بكل شي عم بعمله شادي، والكفرينج لتر اللي عاشق حالك كرماله هو عبارة عن مشاعر الكره اللي بحملها لعماد سليمان. مش قادرة أسمع أكتر من هيك، والله العظيم عيب. قال زعلت. بدك رأيي وما بعرف قديش بهمك. ما عندي مانع إنه طوله. أنت اللي معك حق. إذا معلمك محافظة كلمتين. دونزيل شو ما أنا بترجيكي. صحيح الإهانة بتطلع من شفافك سكر، إنما اسمها إهانة وأنا حاملها لأني. لأنك شو؟ خليني أمشي. مش قبل ما أعرف لأنك شو. لأني بحبك. مدام ممنوع الزيارات. ضروري شوفوا يا دموزيل. مدامته ما عم نخليها مدام، بليز افهم الوضع. الماتر خير حالته خطرة وممنوع الزيارات. بكي شي برنادات طلبتي ورايي؟ مدام نور ست. نعم مدام. حضرتك مدامته للمات؟ ايه نعم يا حضرتك. صديقة، عندي قضية مع الماتر وعرفت بأنه. تفضلي. ميرسي. عم نعزبك برنادات. تفضلي مدام. تفضلي مدام، ارتاحي. ميرسي مدام. طمنيني، كيف الماتر؟ على حاله. بشكر زيارتك واهتمامك. يعني ما رح اقدر شوفه. بتخيل سمعتي كثير منيح شو قلت لك للمرضى. على كل إن اذا عندك شيء بدك تقولي له اياه قولي لي اياه، وبس يوعى انا ببلغه. لا معلش، بكره بس يصير منيح برجع. على راحتك. سلامته الماتر. ميرسي مدام. اوكي باي باي. مين هيدي؟ بابا في شيء مش مزبوط. شو هو؟ هالست اللي شفتها ظاهره من هون جاي تشق على وجدي. كيف عرفت؟ ما هيدا هو السؤال، كيف عرفت؟ هي بتقول راحت على المكتب وسكتت. يعني راحت على المكتب وسألت. معنى تعليمات انه منشي بصيري لحدا ابدا استاذه هدى. معقول؟ معقول المتر وجدي صابوا هيك؟ طيب مين؟ وين وكيف؟ هدى نحن ما بنعرف شيء، طولي بالك. بس انت اكيد بتعرفي. استاذه هلا مش وقت. ما حدا قال لي مش وقت، هلا وقت كل شيء. بدي اعرف ليش المتر وجدي صابوا هيك؟ وليش في شخص واحد لازم يعرف؟ ليش؟ هدى طولي بالك وبلا جنون. معليش استاذ عادل. الهيئه الخبريه اثرت على اعصابها لاستاذه. بعتذر.
عرفتي عنه شيء اليوم؟ على حاله، بعده على حاله. وبهيك وضع مين بيستلم المكتب؟ بعد مش صاير هيك وضع. عم تبكي؟ حياتي بكره بيصير منيح. ما تقلي حياتي، انت وياها بتعرفوا الحقيقه ما هيك؟ رولا وعادل ما هيك؟ هدى روقي وبلا جنون. ما هي مره مع صاحب المكتب ومره مع استاجير. نحن بشو ولا شو؟ الله يستر ليكون خطيبه وائل عرف بقصتها مع المتر وجدي وهو اللي عمل فيه هيك. انتبه لحالك. شو بكي؟ شو بها هذا استاذ؟ الحادثة أثرت عليها رولا؟ نعم. عندي كم سؤال بيتعلقوا باللي صار مع الاستاذ. بس صدقني أنا ما بعرف شي عن اللي صار مع الاستاذ. أنا فليت وهدى كانت آخر وحدة بالمكتب. القصة خطيرة. برافو شيخ رمزي. زهية يلا، وين البنت؟ ولو طول بالك يا شيخ، روق شوي. على شو بدي روق زهية؟ بدي بنتي. بدكن اخلى سبيل؟ هيدا اخلى سبيل. عملنا ما بينعمل لنحصل عليه. يلا شو في بعد؟ ولو كل هالعلم وهالغربة بلندن وبعدك ما بتعرف شي بالقانون؟ ما بعرف ليه حقدك الجديد علي زهية. اذا الحظ السيء حطني تحت رحمتك من ورا منصب ما بتسمح لك. بدك تسمحيلي؟ تسمعيلي؟ أنا باخذ بنتي وبفل وما يهمني أبدا شوف صورة وجهك. وتأكدي إنه المشايخ اللي مثلي ما بزمانهم بيرخوا روسهم لخدامهم. ولا نسيتي شو كنتي وين كنتي؟ المهم أنت ما تنسى شو صرت وين صرت. وين صرت؟ خطأ حطني أنا أو بنتي بين إيديكي، بدك تفجري كل عقدك الماضي بوجهي. زهية؟ ست زهية، الست زهية. زهية وبزيادة عليك. ليك رمزي أبو شهيل، يا هلأ بتقول الست زهية يا يا شو؟ بتخزق إخلى السبيل؟ بتخيل في أوامر قاضي التحقيق؟ فهميني تهديدك شو بيعمل إذا ما قلت؟ الست زهية. وداد جيب البنت. فوتي تركيها. بابا أنا حدك حبيبتي، جاي أخذك معي. صحيح؟ خلص يعني؟ أخلى السبيل صار مع إمرة السجن، هلأ مروح سوا على البيت. الماما ناطرتك. شو عم بسمع؟ بيت ومنروح على البيت ومنترك هون. شو القصة يا أستاذ ناصر؟ القصة زهية إنه خلصنا بقى. صحيح خلصنا كارلا؟ ما بعرف عن شو عم تحكوا ست زهية. بيك بدو ياخدك على البيت. إذا الورقة مزبوطة مش لازم ست زهية؟ وتتركي هون. تشيل ايدك عن بنتي زهية. هيدي مش بنتك، هيدي سجينة عندي. وبطلت ما لم تكن موقوفة بقضية أخرى. هي قضية أخرى بدها تكون بنتي موقوفة فيها. قضية تانية؟ هيك القانون بيقول. هيدي إجراءات شكلية. القانون واضح وصريح. بنتك
أخلى القاضي سبيلة لقاء كفالة مالية مدفوعة. وقال كمان ما لم تكن موقوفة بقضية أخرى، يعني بدنا نبحث نفتش نتأكد. يعني مش رح أظهر؟ مبلا كارلا، مبلا رح تظهري. لا مبلا مبلا، أنا ما رح أظهر غير إجرك على إجري. لا رح تظهر لوحدك حتى نتأكد إذا البنت كارلا مش مطلوبة لموضوع آخر أو ما في بحقها مذكر التحري. أو بدنا نحكي لوحدنا. ست زهية. وداد. نعم ست زهية. خدي كارلا على مكتبك. حاضر ست زهية. بقدر افهم شو عم بيصير؟ بعدين كارلا بعدين. مش بنتي اللي لازم تدفع ثمن كرهك لإلي. إذا بتكرهيني زهية مراد لأنه السيد رجع، الشيخ ما مات، فتركي بنتي وقفي بوجهي وقفة رجال رجال، ومش غريبة عنك توقفي وقفة رجال. يمكن أنا بقدر أوقف وقفة رجال، بس أنت ولا مرة كنت رجال. مش حتى بالأول لاقي مرة نابيلي؟ واعية أو نايمة يا شيخ. ما جاوبتني رمزي أبو شهيل، لا تكون الرجال بدك المرة واعية أو نومة. بهول نيمتلك إياها حتى توعى رجوليتك، لأنه بالطرق العادية رفضتك ذبلتك، خلت خيك صغير يضربك كف. فعمول معروف ما تحكي عن الرجال قدامي، ولا قلك لشو لعمول معروف هيدي؟ ما تحكي عن الرجال قدامي وبس بزيادة عليك. لشو بتكرهيني هلاد؟ ولا مرة حبيتك لإكراك، ولا مرة حبيتكن. لحم كتافك من خيرنا. كل عبد لحم كتافه من أسياده، بس اللحم ما بيعلم الحب. شو اللي بيعلم الحب؟ القلب. وبتفهمي بلغته؟ كل يوم مرق بحياتي بحكيت بلغته بعتبره خسارة. زي مراد اللي عم بسمعها. ما علينا، مين سعيد الحظ أو سعيدة الحظ؟ أنت بالذات ما إلك شرف تعرف. أعرفه أو أعرفها؟ وداد جيبيها. خد بنتك وفل. ما بدي أسمع ولا كلمة. في غرادة بابا. بابا بينطر برا على الباب. وفي كمان قلك شكراً، بتحبي تسمعيها؟ انتبهي بحياتك يا بنتي، القانون بيحمي بس قاسي. جربته. مين نوال؟ هون؟ لا قولي عليها شيء. أكيد الست مشغولة. للصراحة جدا. قلت لك دادي نتصل قبل ما نجي. أنا قلت بنعمل مفاجأة للمدام. أكيد كارلا رح تمسط كتير وقت اللي بتشوفك. يعني أنا خجلانة منكم بس. استاذ ناصير؟ فؤاد. What a surprise. كيفك كارلا؟ أنا كنت مسافرة. تصوري وهو لا. أكيد ناطرين الماما. أستاذ فؤاد الست مشغولة. اجتماع؟
بليز استاذ فؤاد. ما تحرجها اكثر مما هي، المس عملت اكثر من واجبها. نوال شو فيها العجقه عبيب مكتب؟ اول زياره لكارلا لعندك مدام. هي لحيت او انت قلت لها؟ عرفت مدام انه حضرتك اللي سعيتي باخلى السبيل، فحبت اول ما طلعت تجي لعندك تزورك وتشكرك. اكيد المدام ما حبت تيجي معكم. ما فيك تتصوري قديش انا ممنونك مدام. والدي ست عظيمه يا فؤاد. للصراحة انا مستغرب انه الوالدة عظيمة؟ لا، انه هي اللي جابت اخلى السبيل. انا ما عملت الا رفع التليفون. للست زهية؟ مين الست زهية؟ لا لا لا، زهية لا بتحل ولا بتربط. زهية مين الست زهية؟ امرة السجن. تعرفيها مدى؟ خالد سمية عقل، قلت لك عنها. زهية شو؟ زهية مراد. اتفقنا نلتقي ان شاء الله. وفؤاد كمان وجنى. ولو من دون معرفة؟ انا ونادية بنحدد المكان، بس مش ببيت. انت بتؤمري مدام. ميرسي مرة تانية. ما تعيديها مرة تانية. بوعدك. تفضل. صباح الخير. بقدر شوف الست؟ إلى الملتقى مدام. الله معكم. نسيبة في شيء؟ لازم أحكي معك. شايفيك؟ ما بفتكر. ماما ممكن كلمة؟ يلا. ما بتخيل هيدا سؤالك. يعني اكيد لا، بس مين هيدي حتى نهله راشد تركض وتتهامس هي وياها؟ صديقه. مع العلمه. مع العلمك شو؟ عندك صديقات. عزز معلوماتك لكن. ولا على حد علمي بتخدم الناس. انا ما خدمت حدا. وتطلع كارلا من الحبس شو اسمه؟ مش خدمه؟ قصر الحكي. شو بدك تحسبني على أصحابي وعلى خدمة الناس؟ هول إجمالاً نقاط اعتزاز مش إداني. إذا كانوا من نهلة راشد بيكونوا نقاط شك، لا اعتزاز ولا إداني. ما بتعرف تقول ماما بدل اسمي وشهرتي؟ مهم سؤالك الأساسي شو؟ سبب مجيئك لعندي شو؟ مع اني حاسس انك مش طايقتيني ولا طايقه زيارتي، بس بحقلي اجي واسال وبصوت عالي كمان. تسال شو؟ عينتي سامي كرم عنا؟ الجواب المباشر نعم، بس السؤال مين قال لك؟ المعلومات بتوصل لي. على كل الخبر مش سر ولا التعيين، غيره. قبل غيره بقدر اعرف ليش؟ ما في حتمية جاوبك. مبلا مبلا؟ أنا ما بنفع للمنصب. يما الأربع وعشرين صغار بينما الستة وعشرين ناضجين. ما تضحكي بوجهي. ما ترفع صوتك بوجهي. أنا أنت بتوطي صوتك وبتحط نظرك بالأرض لما بتحكي معي. وإذا بسمح لك اسمع منك كلمة نهلة راشد حتى ما أخذ لك كل مرة، بس صفح الكل. أنا حرة عين مين ما بدي وقت اللي بدي ووين ما بدي، وما حدا وبالحيح ما حدا إله تعاطي معي.
أنا إلي تعاطي معك. أنا ابن راشد الجامعي اللي صار عمره 24 سنة وبعده بياخذ مصروفه من أمه. أو من حساب شكلي عمله بيو، بينما هو بالنهاية أخذ مصروفي من أمي. تعال، مش عيب. لحد إمتين؟ لحد ما تبرهن لي إنك أهل. أهل لشو؟ صرت رجال. رجولية حسب مفهومك مختلفة عن مفهومي. رجوليتك بجزء معين منك ابني، وتأكد إنه مش هون. رجوليتك بدي حسها بحكيك، بأفعالك، باحترامك إلي ولإرادة بيك الله يرحمه. أي إرادة وأي وصية؟ رشيد عطل خبرني كل شيء. إيه نعم، خبرني جريمة بي اللي عملها وقت اللي ربط كل شيء فيك باسمك بإرادتك. حتى نحن أنا وإختي اللي مفروض مثل ما بيقولوا نقطع الميراث أو يصير كل شيء لألنا باستثناء التمن للأم، حتى نحن ما بنمون على أشي. كل شيء إلنا بعد. أولا ما تعت الهم بعد ما ماتي. وانت بتعرف انه بتمنى بعد عمر طويل. التوقيت مش مشكلة، كفي. نعم، كل شيء إلنا بعد ما ماتك. ما لم ترى غير ذلك، يعني حتى حقنا مش إلنا إلا إذا أنت بتقولي إيه. بس لو قلتي لا أو بتقولي لا، راح حقنا ضاع. خلصت؟ لا، ولا ممكن أخلص قبل ما أعرف ليش. والله حبيبي هيدي إرادة بيك. لا، هيدي إرادة اللي خلته يريد هيك. يلي راح راح. ما بتخيل. شو قصدك؟ قصدي الخطأ لازم يتصلح. فات عم تتطول كتير. منصب سامي كرم أنا بديه. يا ابني يا ابني، ما الشركة كلها إلك ولأختك. مشتاق لمصرياتي، مشتاق لحقوقي. في مانع؟ حابب أتمتع فيهم قبل ما خدير. فؤاد، لآخر مرة ماما عم بقلك بلا صغر عقل، أنا كلني إلك. وبركي غيرت رأيك، مش هيك الوصية بتنص؟ فؤاد تعهدي لأنه ما بتغيري رأيك. يا ابني مجنون أنت؟ بك شي؟ شارب شي؟ لا، تعهدي لي. مش عم تقولي كل شي لإلي ولأختي؟ مضيلي تعهد، مضيلنا تعهد. فؤاد، فؤاد يا ماما لازم أنت. مش لازم شي، تعهدي لي. يا تفضلي اكتبي كل شي باسمي وباسم أختي، مثل ما القانون بنص، مثل ما العرف والحق بيقولوا. كله لأني وظفت سامي كرم المعطر. هيدي الأشي اللي قصم الظهر البعير ماما. منيح اللي سمعت هالكلمة من بين حكيك اللي بشحي ماما. ما تديري لي عواطف فارغة، وكمان ما تديري لي الدين الطرشة. يا تعهد يا تنازل. ما عندي خيار ثالث؟ لا. تكرم عينك، رح اعمل اثنين. عندي اعز منكم انت واختك اتعهد لهم واتنزل لهم. اذا بدك كمان بحطك واسع على اختك. ما ضروري. عال، طمنت لي بالي انك بتحب اختك وانك متساوي انت وياها. هيك القانون بنص. برافو ابني، مع انه بجمعتك ما في شهادة حقوق، بس برافو، بتعرف قانون. قلت لي بدك تعهد وتنازل؟ إذا ملحة، بس لشو؟ تنازل بكفي.
غالي والطلب رخيص. لوين رايحة؟ نوال. نعم ستنا. استاذ فؤاد ابني بده يمضي تعهد عندك. تعهد ستنا؟ ماما شو بكي؟ شو عم تقولي؟ استاذ فؤاد راشد ابني بده يمضي تعهد عندك انه ما عاد يدعس راشد للتجارة. شو؟ ومش بس تعهد، تنازل كمان. ماما انت مجنونة! التنازل من هون ونازل، بتضلك نازل الدرج وما بتعود تطلعه. ماما ماما انا فؤاد. الله معك. كله مشان شخص ما بتشتريه بربع ليره، وهلا مش ايام الربع اللي كنت تخبريني عنها. الله معك، فوتي لهون ممنوع. انا بعتذر تاخرت، كنت كله بسببك، كله بتضهد راسك. ما بسمح لك تحتقر مكتبي، فاضي هلا برا. ظاهر زلمي. رح تبدا المواجهة وساعة ساعة نهايتك. معقول يكون في حب جديد عم بيولد؟ انت اكيد انك بتحبني. اعملي معروف تركيني بحالي. اسمها زهيد يا مراد. نعم. Thank you.
استاذ فؤاد ابني بده يمضي تعهد عندك. تعهد ستنا؟ ماما شو بكي؟ شو عم تقولي؟ استاذ فؤاد راشد ابني بده يمضي تعهد عندك انه معي يدعس راشد للتجارة. شو؟ ومش بس تعهد، تنازل كمان. ماما انت مجنونة! التنازل من هون ونازل، بتضلك نازل الدرج وما بتعود تطلعه. ماما ماما انا فؤاد. الله معك. كله مشان شخص ما بتشتري بربع ليرة، وهلأ مش ايام الربع اللي كنت تخبريني عنها. الله معك، فوت لهون ممنوع. انا بعتذر تأخرت، كنت كله بسببك، كله بتضهد راسك. ما بسمح لك تحترق مكتبي، فاظهر لبرا. ظاهر زلمي. شو فيه؟ شفنا الاستاذ فؤاد راكض لبرا مثل المجنون. الاستاذ فؤاد ضرب الاستاذ سامي؟ لازم ننقله على المستشفى. اتحركوا لكين. سعيد 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 نوال مثل الطير. سعيد فؤاد 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 بدي فؤاد، حدا جيب لي فؤاد. انا جيب لي فؤاد. متصل بالاسعاف ستنا؟ سعيد سعيد بتروح معه على المستشفى، وجهي انت كمان وما بدكم توصاي. ما تعطليها مستنا، ما تعطليها. نوال اطلبي الاسعاف. حاضر ستنا. استاذ فؤاد روق اعصابك. استاذ فؤاد درجه اولى دكتور، وما بدي اي تقصير على حسابي انا. يا دلي انا مالله خبطة، ما بدك تروحي تطمني علينا هلا؟ بلا، مهم هلا صار بالمستشفى. قولي شو كيف بدك مني نسيب؟ مش وقته تطمني على الصبي بالاول. ايه نسيب لحقتيني. الصبي 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 هيدا موظف عندي. ايه بس ابنك اللي ضربه فؤاد بعد حكمة ليجيبه وينه؟ بلكي صار له شيء. الصب سامي. شو قصدك؟ ابنك المسؤول. قولي شو كان بدك مني نسيبي؟ شراب، شراب وبورد استاذ، ما في شي بيحرز. كله بيحرز حكمت، كله بيحرز. ايه بس الاستاذ سامي كان مات. مش قصدي. بعرف وحياتك بعرف، بس ست الوالده من غير شر اخذ كتير على خاطرها وبعتتني لابعت وراك، بس انا فضلت ترتاح عندي هون بالمكتب. كرمال شو؟ بس ليه متفهمك؟ ما انت سيد العارفين. مش بهالطريقة بيتواجه سامي كرم استاذ فؤاد. مين قال لك عم بواجهه؟ ولو يا بيك تلاميذك نحنا، يعني إذا ست الوالدة لطيبة قلبها ما عم تقشع مزبوط، فنحنا كلنا نظر وكلنا عارفين.